こんにちは。私の名前はモハメド・ザイドです。私は19歳です。Hola! My name is Mohammed Zaid. Hello! My name is Mohammed Zaid and I am 19 years old. أهلا ومرحبا. اسمي محمد زيد وعمري 19 سنة. اهلا وسهلا بكم، معكم محمد زيد ومرحبا بكم في فيديو جديد في سلسلة المليحة حلبة اللي نشوف فيها كل مرة في مكان جديد، او كل مرة نحاول ان يكون في شوية الهام او نشوف مكان جديد ممكن يساعدنا او يخلينا نشبه ان العالم هلبة مختلف. المكان هذا هو في افريقيا في كينيا. طول الوقت وانا كنت متوقع ان احنا ما عندنا شيء، ممكن اوكي عارفين ساوث افريكا او جنوب افريقيا بلاد مليحة، الناس اللي لوطة في جنوب افريقيا او في اي دولة افريقية تانية فقراء ما عندهم شيء. اول ما جيت هنا تفاجأت حرفيا الوضع مختلف هلبة، شبه 70% من اغلب الاشخاص اللي يتعلموا ايه في كمية فقر كبيرة هلبة، لكن الاشخاص المتعلمين متعلمين يعني ماستر دكتوراه، يعني اللي عنده فرصة كيف يتعلم يتعلموا هلبة، ما يتعلموا شوية بس يحصلوا فرصة عمل، يعني ناس تتعلم هلبة بشكل كبير. وحرفيا الناس هلبة كويسة، ناس تبي تتعلم، عندهم حرفيا شعور انهم افريقيين ويبي غير افريقيين. احنا حسيت روحي لوهلة انا اول ما جيت نيروبي العاصمة في افريقيا، حتشوفوا بعد ما نكمل انا دوتي في فيديوهات كيف جولة في المدينة وهيك حرفيا جميلة هلبة المدينة وكانك في دولة عالم اول، يعني هلبة نظيفة هلبة قوانين وهلبة كل شيء. اول ما جيت اول مره حسيت روحي في افريقيا، يعني حسيت ان انا ما كنتش عايش في افريقيا اصلا، بس روحي اني انا ممكن في عايش في اسيا وكان ممكن. ما عندناش هلبة شعور الانتماء لافريقيا، وهلبة خلال البرنامج اللي انا تعلمت فيه خضت يعني تجربه وعدت ايامات قعدت ساكن في مكان مع اشخاص، هو برنامج قادة شباب من دول افريقية، فكل دولة افريقية في منها شخص او اثنين، ف تعرفت على كل أجزاء أفريقيا من الشرق من جنوب، ومن أنا كنت من الشمال وفيه من الغرب، يعني تعرفت على هلبة دول على هلبة ثقافات. guys